وعليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعد نشر ديالنا الفيديو ديال المسجد اتصل بنا السي سليم صديق ديالنا شي واحد لا فامي ديالو عطانا واحد 9000 درهم وقال لنا نمشيو نخلصوا هاد السلعه وغادي نديوها ان شاء الله عند المسلعه ديال واحد السيده توفات الله يرحمها دعيو معها بالرحمه خلات هاد الامانه هادي وجا عندي قال لي كيفاش قال لك الله نمشيو نخلصوا السلعه وغادي نمشيو تما ان شاء الله نخلصوا السلعه ودعيو مع هاد السيده هادي اللي توفات داو تما مول الطاكسي اللي عطانا الطاكسي مسكين الله يجازيه بخير هو ساهم في الخير نديو نخلصوا لهم السلعه ان شاء الله للمسجد تبقى لهم ديك كان 30000 درهم غادي تبقى لهم يعني 21000 درهم تبقى لهم شي 1,100,000 ان شاء الله ربي يسهل فيها الله يكثر المحسنين ان شاء الله. المهم السلام عليكم الخوت هاد السيده هذا جاب لنا سليم 9000 درهم ديال واحد السيده توفات خلاتها الله يرحمها دعيو معاها الله يرحمها ان شاء الله دعيو معاها هي 9000 درهم خويا حميد في مسجد الرضوان السلعه ان شاء الله كنا دايرين واحد الدوبي ديال 30000 درهم اكثر دوبي لاطام ديال 9000 غادي تبقى لنا يعني 2,100,000 21000 درهم ان شاء الله الله يكثر المحسنين ان شاء الله وهذا التوالى ديال معنا مزيان السي حامد التوالى يجي معنا السلعه مليح. السلام عليكم دعوا مع هذه السيده مولات الامانه الله يرحمها.